السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده شباب جايب لكم طريقه اسهل من السهوله لشحن شداد بوبز موبايل مجانا. فيديو النهارده صديقي جايب لك تطبيق، التطبيق ده هتجمع منه نقاط عن طريق العروض وبدون اي عروض. فطبعا يا صديقي التطبيق موجود جواه الحاجتين، فانا طبعا هشرح لك ان احنا نشحن بدون اي عروض، انما طبعا يا صديقي لو انت بتحب العروض فالتطبيق ده بيشحن بعروض عادي، ولكن طبعا انا هشرح لك الطرق اللي ممكن نشحن بيها شداد بدون اي عروض. تمام صديقي، يلا بينا نروح على طول على الفيديو. بس قبل ما نروح شباب خلونا نصلي على النبي عليها افضل الصلاه والسلام، وحط لايك الفيديو صديق فضلا وليس امرا. اللايك مجاني ومش هتخسر اي حاجه، واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان نوصل 30,000 مشترك قبل شهر رمضان الكريم. ويلا بينا على طول بقى صديقي نفتح كده خمس صناديق مميزه، نشوف المكافاه المضمونه الاسطوريه اللي هتيجي لنا في الصندوق الخامس، وبعد كده على طول بقى نروح على طريقه الشحن المجانيه اللي هنشحن بيها شداد بابجي موبايل مجانا فيديو النهارده. اول صندوق كده شباب ما طلعلناش اي حاجه، وتاني صندوق طلع لنا 20 سيرفر. نفتح كده شباب على طول خمس صناديق، نشوف المكافاه المضمونه في الصندوق الخامس هيطلع لنا فيها ايه. تمام، وتالت صندوق طبعا شباب كده نفتحه مع بعض طلع لنا سكن كوتش كده، ونفتح مع بعض شباب على طول الصندوق الرابع نشوف برده يطلع لنا ايه في الصندوق الرابع. ويا مسهل يا رب يطلع لنا بقى حاجه اسطوريه المره دي، وبرده شباب ما طلع لناش اي حاجه، طلع لنا رسمه كده. ويلا بينا على طول بقى شباب نفتح الصندوق الخامس نشوف المكافاه المضمونه اللي هتطلع لنا، وبعد كده على طول نروح على طريقه الشحن اللي نشحن بيها في فيديو النهارده. نفتح كده شباب الصندوق الخامس نشوف يطلع لنا ايه. طلع لنا حاجه كده انا مش عارفها، حليه بيكسل الشجاع دي تقريبا الشباب اللي بتتعلق في الشنطه دي، هي دي شباب اللي طلعت لنا في الصندوق الخامس. انا كنت عايز سلاح الام 16 بس يلا طلع لنا الحليه اللي قدامكم دي. يلا بينا بقى على طول يا شباب نروح على الطريقه اللي نشحن بيها شداد بابجي موبايل مجانا فيديو النهارده. اول حاجه كده صديقي عايزك تركز معايا، انت محتاج ايه عشان تشحن شداد بابجي موبايل مجانا؟ محتاج تطبيق سهل كده يكون طرق تجميع النقاط داخل التطبيق ده سهله، وكمان يا صديقي محتاج وبتحب كمان ان انت تتاكد ان التطبيق اللي انت تشتغل عليه ده تطبيق صادق. وانا في فيديو النهارده صديقي جايب لك تطبيق جيفت بلاي، طبعا شباب كلكم عارفين التطبيق ده وانا شرحت عنه اكتر من مره، بس برضو شباب جيب لك شرح تاني عشان الناس اللي مش عارفه التطبيق ده. ده قدامك هو صديق اول حاجه اثبات الشحن من التطبيق، وهي دي كمان بتكون اهم حاجه عندك ان انت تتاكد ان انت مش هتتعب على الفاضي. وهو صديق قدامك هو ساحب 60 شده من التطبيق، والشدات وصلتني وبدون اي مشاكل. هو صديق الشدات وصلتني ومفيش اي حاجه حصلت، يعني صديق اول حاجه كده التطبيق ده صادق. طيب طرق تجميع النقاط عندك، اول حاجه مثلا اكسب النقود المعدنيه. عندك هنا صديق اول طرق هتجمع بيها نقاط عن طريق العروض. طب انت ما بتحبش عروض؟ اصبر معايا دقيقه واحده وهشرح لك طرق تجمع بيها نقاط بدون اي عروض. يعني لو انت بتحب العروض فقدامك يا صديقي عروض، عندك اربع خانات. بتخش اول حاجه الاكسب النقود المعدنيه، وبتلاقي عندك مهام الساحر ومهام مش عارف ايه ومهام ايه ومهام ايه، اربع مهام يا صديقي اهو قدامك، مهام الساحر ومهام سبايدر مان وكلام من ده يا صديق، اربع مهام. تمام، وبعد كده طبعا يا صديقي لو انت بتحبش العروض عندك بقى طرق تجميع النقاط عن طريق عجله الحظ، عن طريق مثلا لعب الالعاب. دلوقتي صديقي هشرح لك، ودي طبعا يا صديقي خانه مهام النينجا، دي برده صديقي انت بتعمل فيها مهمات، مهام الذئب ومهام الساحر ومهام سبارتان ومهام النينجا. تمام، طب انت بقى بتحبش العروض عندك هو صديقي عجله الحظ اهي قدامك اللي انت شايفها دي يا صديقي عجله الحظ. يوميا طبعا يا صديقي هنا بتلف عجله الحظ، تمام، بتحصل على الرقائق وتلف عجله الحظ. طب انت دلوقتي مثلا مش عايز عجله الحظ، عندك صديق الخانه اللي تحتها اللي هي لعب الالعاب. طب انت مش عايز تلعب العاب وعندك اصدقاء، بتخش هنا صديقي على خانه الدعوه وتدعو اصدقائك. فتح كده صديقي معايا او ركز معايا، معايا 48,000 نقطه، اضغط كده على كلمه جمع. زي ما انت شايف صديقي عدد النقاط اللي بقى معايا عدد كبير جدا جدا جدا، ده طبعا الصديق من دعوه الاصدقاء. بقى معايا 186,000 نقطه، يعني زي ما انت شايف دلوقتي صديقي هوريك ازاي نحول النقاط دي لشداد بابجي موبايل مجانا، يعني هوريك دلوقتي طريقه سهله خالص. التطبيق طبعا صديق صادق، وانا وريتك اثبات الشحن، وطبعا صديقي دلوقتي انا حصلت 48,000 نقطه وضغطت على كلمه جمع، بقى معايا 186,000 نقطه. طيب ركز معايا دلوقتي صديق، انت دلوقتي عايز تعرف ازاي انا جمعت 186,000 نقطه داخل التطبيق. انا هقول لك دلوقتي عن طريق صديق ان انا بدعو اصدقائي للتطبيق. تمام، بضغط على كلمه مشاركه الكلمه اللي قدامك دي، ودي برضه صديق طريقه سهله انت تقدر تجمع بيها نقاط. بضغط على كلمه مشاركه واشارك التطبيق ده مع اصدقائي، والصديق الواحد اللي انا بدعوه للتطبيق
اللي بيحمل التطبيق ده، وشرط طبعا صديق انه يسجل داخل التطبيق عن طريق جوجل. طريقة التسجيل سهلة خالص، انا طبعا صديق الصديق الواحد بحصل منه على 3000 نقطة. تمام، ان انت صديق لو ضغطت على كلمة مشاركة ودعيت صديقك للتطبيق وصديقك سجل التطبيق ودخل سجل عن طريق جوجل، يعني صديقك ثبت التطبيق من الرابط اللي انت بعته ودخل سجل، فخلاص كده صديق انت هتاخد من كل واحد تدعوه 3000 نقطة. وهي دي طبعا صديق الطريقة اللي انا جمعت بيها 186000 نقطة داخل التطبيق، وده طبعا صديقي يعني عدد نقاط كبير ومش قليل. ولكن اصلا يا شباب يعني طرق تجميع النقاط داخل التطبيق ده طرق سهلة جدا، يعني صديق طرق سهلة جدا، وكمان صديقي يعني انت بتجمع نقاط داخل التطبيق ده بسرعة. طب في طرق تانية نجمع بيها نقاط؟ عندك حاجة صديق اسمها رقائق 50 مجانية. الرقائق دي، الرقائق دي يا صديقي اللي انت بتلف بيها عجلة الحظ. لو ضغطنا هنا كده يا شباب على الرقائق، هنا طبعا يا صديقي بتعمل استبيان، يعني استبيان بتضغط على كلمة بدء اللي باللون الاصفر في اعلى الشاشة، وبتبدأ طبعا يا صديقي بقى تتسأل حبة اسئلة وانت تجاوب على الاسئلة دي. يعني الاسئلة الى حد ما بتكونش اسئلة صعبة، يعني اسئلة بسيطة كده، فانت بتجاوب على الاسئلة دي. وطبعا هنا يا صديقي مش لازم ان انت تجاوب على الاسئلة، براحتك يعني عادي خالص. لو عايز تعمل استبيان اعمل، مش عايز خلاص. عندك طرق تجميع نقاط عن طريق عروض، لو انت بتحب العروض خش على اكسب النقود المعدنية. طب انت بتحبش العروض هتخش مثلا على عجلة الحظ. بس كده صديق. طب التطبيق صادق ولا لا؟ التطبيق طبعا صديق صادق 100%، وهو طبعا صديق اثبات الشحن قدامك. انا شاحن من التطبيق ده 60 شدة والكود وصلني، وطبعا صديق حولت الكود ل 60 شدة والشدات وصلتني داخل الفيديو بالاثبات طبعا صديق. وان شاء الله هسيب لك رابط فيديو اثبات الشحن كامل في وصف الفيديو. طيب انت دلوقتي جمعت النقاط هتعمل ايه؟ هتخش كده صديق في اعلى الشاشة على كلمة المتجر اللي تحت كلمة صندوق الحظ، هتخش هنا كده صديق على كلمة المتجر. تمام، ده طبعا صديق متجر التطبيق اللي انت اساسا بعد ما تجمع نقاط هتحول النقاط بتاعتك جوه المتجر ده. تفتح كده، يلا صديقي يلا نفتح مع بعض المتجر ده. وطبعا صديق اول ما المتجر يفتح معاك كده هتطلع فوق سنة طبعا صديق عشان نلاقي الشدات. وطبعا يا شباب يعني التطبيق ده بيشحن شدات بابجي موبايل وكمان بيشحن جواهر فري فاير. فهتلاقي صديق اهو قدامك 268000 نقطة بيساوي 60 شدة زي ما انت شايف، 60 يو سي بابجي موبايل ب 268000 نقطة. طيب صديق طبعا عدد النقاط كبير وانا متفق معاك، ولكن اصلا انت هتجمع نقاط داخل التطبيق ده بسرعة كبيرة جدا. تمام، يعني اساسا طرق تجميع النقاط اللي انا شرحتها لك انت طبعا صديق هتجمع نقاط بسرعه. اذا كان بقى تجمع نقاط عن طريق العروض، طب انت بتحبش العروض هتدعو اصدقائك الصديق الواحد ب 3000 نقطه، يعني ما عندكش اصدقاء تدعوهم. عندك مثلا عجله الحظ، عندك الخانه اللي تحتها اللي هي خانه الالعاب. يعني صديق طرق تجميع النقاط داخل التطبيق ده اسهل من السهوله ومفيش اي حاجه صعبه. طبعا بقى صديق هسيب لك رابط التطبيق في وصف الفيديو، هتحمل التطبيق صديق من الرابط اللي في وصف الفيديو. وبعد ما تحمل طبعا تسجل عن طريق جوجل، طريقة التسجيل اسهل من السهولة. وبعد ما تسجل بقى صديق تشتغل بالطرق اللي انا شرحتها لك، طرق اسهل من السهولة. وبس كده صديق تشحن شدات مجانا. بس كده اخواتي الفيديو النهاردة خلص، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. شوفكم الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.